الكسكسي نتاع اليوم انا حضرت قضيتي الكل، عندي الزيت، عندي تعيشة عويد عود قرنفل، فلفل مكوش هوني، اللحم بالطبيعة كسكسي بتليلة النص باللحم، عندي هوني عظم باش نزين بيهم بعد الصحن نتاع الكسكسي، باش نطيب بالطبيعة كسكسي بتاع رندا هذيك اللي انا كما قلت لكم معاوله به رمضان كامل باش نطيبوا به، زيد كسكسي بتاع الليله ليله النص، والطماطم طماطم ناظور الوطن القبلي يظهر لي توا سي بون استانستوا بها، باش نحط زيد معاها طرف هريسه، عندي هوني ديجا هريسه عربي، الحمص والزبيب اللي باش نزين بها من بعد الطنجره كيف كيف، اكل البصله هذيك اللي باش نعمل بها تقليه، قرنين الفلفل والفاح، فلفل زينه، كركم، فلفل اكحل وملح. هذم هما اللي باش نبدا بهم طنجرتنا يا شاموسه. اللي ملح فما بعض الجهات يقولوا الربح ولا لا؟ اي ان شاء الله ديما نعرف هي. ويقولوا زاده شو يقول؟ لدام حاجه هكا. اي فما اي فما بعض مناطق يقولوا لدام. اي تحيه لاهل الجنوب. اي ايش تحبني اخرف لك عزيزتي؟ خرف لك الحراير. كيفاش يعملوا ساعة؟ نرجع لتونس زمان، تونس البيا، فك علينا من تونس الالوان، نرجع لتونس بالالوان، تونس القديمة البنينة ياسر اللي فيها دبك وفيها إيقاع. ساعة تونس بكلها ألوان هي. أغزر، الناس الباهية نتاع الحوم اللي البيبان محلولة وصحن هذا في دار هذا، وللا البيا وختي الدوجة وكماكينة الغناء والدنيا وأجواء، مالا شنو؟ أيه. وحسن الجوار قبل، مالا الجار يقعد ما غير عشاء ولا خطك فلانة دارها مسكرة ويمشيوا يدقدقوا باش يشوفوها ايش عندها طيبت ولا لا ايش عملت، والجيران اللي بعدها قبل كيف تقبل الناس قبل. ايش نقول لك انا خندا نحط الساعه تنجرتي انا باش نطيب لك كيما طيب ماما. يلا يلا على حراير هكا زعما من الاول. اليوم باش نعملوا كيما نعملوا الكسكسي كيما بتاع ماما. ماما حكيكه تاع ما يقول لك كب الطنجره على ماما وش يظهر لكم، خاطر كل طنجره كيفاش تركب وكل بلاد ورطالها وكل واحد كيفاش شنو يحط من الاول. والبصل احنا في الكسكسي بتاعي ما نحطوهش مقصوص. اي حطوا بصله صحيحه كيما هكا. ايوه بعد ما نقليو هكا قرنين الفلفل هذوك ما نهزوهم. ايوه هكا هما يبداو سايبوا ديجا طعمة الفلفل نتاعهم. اي نقولوا طعمة ما نقولوش مطعم، هذا أيوة. يعملوا عليها غمارك. ايوه مطعم الفلفل. ايوه هذه في قليبه يقولوا طعمة. انا يظهر لي مطعم المطعم نتاع الفلفل والنكهة والنكهة نتاع الفلفل الشاي هذيك المكوش والفلفل الاخضر وهيك البصلة هذيك نحطوها تتقلى. دايو حتى لا في المرقة الحلوة البصلة نحطوها كاملة على خاطر تتهز من بعد البصل ما يطيبش في ال... وكم هو الكسكسي فيه زبيب كل زعما حلو هو شوية البصل ما يقعدش من بعد. أنا المرقة الحلوة بالقصد الكليتها في الجزائر. هاي طيبوها بنين في تونس في نعملوها بنينة برشا بنينة ياسر أخرى نطيبوها. كل ساعة أنت هزينة والليلة هذا الكل علاش؟ يا للا مصنعة منا على اليوم. يا للا فرحانة جايين باش يعطيو فيا الكلمة. عندك موسم ميلا. عندي موسم ليلة النص هاوكا دونك باش يجيو يعطيو فيا الكلمة. هكا هاو قمت الساعة 10 الصباح سارية هكا قديت شعري ودنيا وجو وكل مشيت لسيدي خويا. اي شكون؟ سيدي خو سيدي خوك قال لي هاي جات تسري على الصباح ربي يفضلكم لبعثكم وربي يوصل بالسالم الساعة انت يعيشك يا للا وان شاء الله بدو بتمام يعيشك يقولوا ما تنساليش عاد في برايج البقلاوة ان شاء الله ربي يهني فايدة في الهنا كما يقولوا الناس الزمنية والله حكيك والله فايدة في الهنا. هاي سيدي قرينات الفلفل تخرجوا وتقلي احلاه توا باش نحط اللحم في الطنجرة. اي احنا السواحليه عندنا كسكسي بالشبتيه نعملوا كسكسي بالشبتيه في ليله النص مش ليله النص اما المتعارف على جهه الساحل نعملوا كسكسي بالشبتيه. اي اما ليه باللحم والكل كيما هكا هي اي دار تقصدها ليله النص فيها الكسكسي معناها اي على السفره يتحط هذيك الزمان العاده العادة ديما الكسكسي ليلة النص وليلة 27 صحيح ليلة 27 صحيح ولا الليلتين اللي فيهم المواسم نقولوا ليلة 27 ليلة القدر هذيك قال ليلة العرش ما كنا واحنا صغار نطلعوا للسطح باش نشوفوا ليلة القدر والعرش باب العرش يتحلش ليلة كاملة تلقانا واحنا نغزروا زعما تحل زعما ليه باش ندعيو. ليلة النص حاجة أخرى فيها التورات فيها الموسم فيها الدبك
اللي يحب زاده اللي توا باش تحفل المدينه بالكدا بالكدا وتبارك الله تبدا عامره، علاش؟ خاطر الناس على بكري تقول لك نشري حوايج العيد. حوايج العيد. حوايج العيد تقول لك باش ما نبداش بالدز واللز. اي انا توا هاو باش نزيد شيشه الطماطم الطنجرتي ساعه والكسكسي احنا اللي قلت لك انا. ايوه. ما نعملوهش مطمطم. ايوه. يبدا ليه وليهو معناه مش احمر. لا مش احمر. ليه وليهو. ماهوش ازعر. هكا حتى من الطماطم نتاع الناظور الوطني. ايوه. باش نعمل لكم كسكسي كيما نعملوه احنا. يا عيني. هكا ازعر شوي. يا عيني. باش نحط كيف كيف اكل الهريسه العربي. انا نحب حاجه موزوزه. اي للتوزويزه. توزويزه اسمع. التوزويزه انا ديما نزيد مغيرفه من هوني نتاع الناظور الوطني القبلي. حاجه. نحب حويجه محرحره محرحره زيد في حقها. كل ننزلوا بها على الوطير على المحاير سيكا. هاني باش نحط لك انت توا باش تتعشى بحذية عاد. مالا. دونك انا باش نقالك حسيبك فك التوزويزه. أيوة. والحرحية اللي تحب عليها. قولوا لي يا اخي تاكل في الطماطم في الهريسه كيكا بالمغرفه كي المعجون. واه. قول لهم هكا هاو. كيكا نبداو واحنا في الدار سواح ليا. هكا هاو. انا هذا توا باش نمرق له. اي. تعرف ايش يقولوا؟ يقولوا المراه المريقه ولا الممريقه مرزيقه. هاي ان شاء الله ربي والله يقولوا المراه الممريقه مرزيقه. شنو علاقه اللي تمرق برشا معناها هكا تحب ديما الزياده فهمت؟ ديما طنجره معناها ماهيش قد قد. مش قد قد. اي ايوه. باهي توا خلينا نفوحوا عاد طنجرتنا باش نحطوا الملح. والفلفل الاكحل. ايوه. كان جيت تشوفها هكا تفهم اش معناه ماهيش حمراء كي هكا. لا لا لا. الطنجره. الخنجيه نعمل طله. اي ونعمل حمراء في وسط الطنجره نتاع الحراير. ما شاء الله ما شاء الله. والروايح. ديت الريحه تخرج. والروايح ما نقولكمش. ونكمل نحط توا الكركم. ماني قلنا عاد الكسكسي باش يجي ازعر شوي. هاكا ونكمل نحط. فلفل الزينه كيف كيف اذا كانوا حار. أي. انت واش تحبوا اذا كانوا مش حار هاكا ما تكثروش منه على خاطر حاتينا. ما نحكي لكمش على الروايح حاجه عالميه. ريتو هذاك الحمص باش نكمل نمرق له توا. أيوة. خليه يطيب في عقله. سله سله. اي وحيده وحيده. اي استنى خنحط عودين قرنفل. ايوه والبقيه باش نحطهم الكسكسي الفوق كيف يفوق. صحيح. ونجي للحمص هذا. أيوة. الحمص ما نحطوهش غادي يغلي باش نحطوه وحده. اي في كاسه دونا حتى احنا كيكا نحطوا الحمص وحده. هكا باش ما يقولوش بنات تو ما يعرفوش يطيبوا. شفت مذرعين وحراير رانا. اي حره ومذرعه اللي يقول لك. نحطوا الحمص هوني وحده. الزبيب من بعد كيف كيف باش نصبتوه بتشيشه ماء سخون. اي وتو نقول لك من بعد كيفاش نكمل نعمل. يا عيني يا عيني يا عيني. نكمل الساعه نحط ملا ملا بالكدا. ناخذوا كسكسينا رندا. أي. الكسكسي يلزم يكون كي الكسكسي جيد. ايوه. اي مش الكسكسي لا حطينا ما نستعمل كي الرندا الحقيقه. الكسكسي اي رندا هيك هي حتى اسمها على جسمها فيري جود. صحيح. عادة كيما قلنا الكسكسي يزم يكون كسكسي جيد. أيوة. مش الكسكسي نخشي. اي هذاك هو كسكسي فيه بنه فيه بنه الكسكسي جيد. اي نجي ونحطو هوني. ايوه هاكا هاكا حتى من لوفيرتور نتاع الباكو. ايوه لوفيرتور فاسيل فاسيل تنجم تسكر من بعد الباكو. هذاك علاش تعجبني انا رندا شفت. أي. وتسكر هكا وترجع. أيوة. الباكو على روحها. لا باهي نجي ونبثبثو هوني بتشيشه زيت. أي. ايوه استنى نحطو عادة الفلفل الملح. اي والفلفل لك صحيت نستنى فك الرشه انا ذيك. باش نحطو فيه تشيشه كركم زيده تشيشه كركم هكا باش يصفار الكسكسي. والعود القرنفل. اي عود القرنفل بالطبيعه. يا للا يا للا. ونجي هوني ونبثبث الكسكسي هكا بالزيت. ايوه نسقيه هكا بالماء. ايوه ونخليه
هي تسمع في حسيه او سيدي خويا هكا سيدي خويا ريا ميله او جاي طل الله يعطيك الصحه كيف جبت لي بحذايا شموسه عاد هكا هكا حاجه وحويجه الفاتحه نتاعها عاد موسمها عاد اليوم وخوذتها عاد شكون سيدي خويا ماكش متغش عليا جيتك الصباح ما عطلك جاه ربي وسيدي النبي والعواشر وهالموسم لا عاد زين لا ماهوش متغش امان كي نفرح لشكون نمشي 8:51 دقيقة والتليفون والباب يدق أنا برا وين نخرج هكا هو هكا هو فرحانة شنو كسكسي شم في الريحة سيدي خويا خرج تحكي كسكسية شم في الريحة هي معروفة الليلة هذيا راهم مسافرين المغرفة ما تقطعش من كل دار أيوة المغرفة مش بشرط هي زاد كسكسي تو اللي يعمل كسكسي اليوم ما يعملش 27 كسكسي يعمل نواسر يعمل الله يجيب لي فكرة مثلا شربة مفورة كرندة عزيزة غالية فهمت يعمل دويده كل واحد كل واحد شو يعمل مش بشرط هي كسكسي يلزم الكساكس عامل تشر في الكساكس انتم كيف يا بابا هو في سبرنا نعمل كسكسي رياض اي هاكا العاده هاكا عملنا العاده تعملت شويه اي هاي ريحته فاوحه تبارك الله تبارك الله ريحه فايحه ما تحطوش الساعه يفور بشويه وبزبيب وبالعظم وبزبيب وبالعظم تعرفوا كسكسي بزبيب وبالعظم هذا رياض تبارك الله شو نعرف انا كليته في تحيه لجماعه ابن خيار اي عندهم سيف الكسكسي الله الله عليهم يعمل 66 كيف يهبل سيدي خويا ميلا يا ولدي الفداوي وريحته ريحته الخروف لا فاوحه الفداوي والحلايق سيدي خويا والحلايق محلوله ما شاء الله اكل كسكسي بصحه وبالشفاء سيدي خويا ميلا هذاك ما نهنيكم عليها من بعد خوت ربي اجا نجيو نعملوا هكا في الوسط أيوة. هاي نقبيتي من هكا باش الكسكسي يفور في ساعه عجبتك حطي سيدي خويا صلي على النبي على الموسم نتاعك شفت ماله ودي على الصباح جايتني حتى الجيران نقول لك شعار مو فرحانه عاد ايوا خيتي عادتي فرحانه اش تخو راجل على الصباح قايمه ساريه زعما مش تخو راجل نهار وكانت الصافيه تاخذوا وتطلقوا نهار تلاقوا قوم تزربيت الا كلمه ما تقولش لا لا لطف بعيد الشر عاد ان شاء الله بنوصل يا ذنوبي يا ذنوبي اش تقعدوا شريتها وتريتها روح يا زيد شوف هيا خلينا نمشي نرتاح هنا يا ربي لك الحمد يا ربي ساعات كيفاش يجي صحة اي صايم عني صايم يجي نبر ويمشي سيدي خويا احنا نخليه الكسكسي هذا يفور يا لله هاك الحمص هذاك يا خو غلوة ومن بعد نرجع نقول لك كيفاش باش نكمل نعمل في الحمص باهي نحب انا نحكي لك خرافات هكا نهبطوا للحلفاوين نمشيو لسرقه سويقاتنا نمشيو لباب سويقه سره البلاد اللي فيها الدبك وفيها جامعه تحت السور وفيها القهاوي وفيها كانت الكافي شانتا وزهر اللمبوب ويقف واحد في الباب كيف ما هكايا في الباب هكايا قوس ويهزك القل الريدو قول يا البراني على برا والمغروم يجدد البراني على برا بعد ما تكمل يتفرج فك السهريه ذيك ونسى في شيره والرجال في شيره ونسى عدد خامه السفسيري والخامه البوست خال والسيق محضنها الخلخال وهي عاده في الجنب مغادي فما اللي قص تسكرته ب 20 فرنك فما حتى كانوا سيدا جدودنا بسوردي وزوسوردي وفرنك اللي هو وهما كي تكمل عدد السهريه يقول للي يحب يجدد او كالمغروم يعاود يجدد يعاود يقص تسكره اخرى مالا شنو؟ عامله باش يعديها لك كانت تبقى وكان جو وكانت ماكينه الغناء في القهاوي وكستيب منعنع يبدا ويبداو يسمعوا في صالح عبد الحي وكالزمني القديم وكالصحن يبدا يدور وكالماكينه تخشخش هكاكا كان فما جو رونق اخر وكان للراديو عنده طعم اخر الناس تسمع كرويات نتاع الراديو خرافات العروي مالا شنو؟ خرافات العروي قبل ما تجي تلفزه امنا كبيرة اللي هي الجدة تخرف الميمة وعلى حكاية الغول وبنت السلطان والتفاحة وفارس مغوار وكل الدنيا كانت تونس محلاها احنا نمشيو نشوفوا شنو باش نركبوا هذا مع الكسكسي انا شنو قلت لك البارة اللي معاهم بريك الدنوني بريك الدنوني يا لله يا لله قبل ما نتعداو نحضروا بريك الدنوني اجا خلينا نكملوا يا شموسة الكسكسي خاطر هو على طيب ومن بعد نتعدي ونحضروا البريك الدنوني توا باش تزينوا ما توا باش يتزين ريتك الحمص اللي قلت لك سمعتناه وحدنا والزبيب هذاك هذا كيف كيف سمعتناه بالماء سخون والحمص اللي غليناه هنا شو هما الحكايات هذوما يعملوه مع عماتي اسمع سيدي يجيو يطفطفوا هكا الزيت الفوقاني اللي يبدا فوق المرقه هي. ويحطوه هوني
فوق الحمص والزبيب. واش نخليه في وسط المرقه هذيك. منه الزبيب هكا يشرب المرقه والحمص لونه زاد كيف كيف يتبدل. الحيمات هاكم طابوا والكسكسيه هاكا فور. تبارك الله. احنا توا نطفيوا عليهم من بعد توا نشوفوهم مزينين في وسط التبس.